هلا بدنا نحكي على نعمل تعليق بسيط على المالتيلينج والدي او المالتيلينج والزم. شو يعني علاقه المعنى؟ شو علاقه المعنى مع تعدد اللغات؟ وشو علاقه اللغات مع بعض؟ اذا بدنا هلا شو هي المالتيلينج والدي؟ لاحظوا انه تابل، يعني لو سألنا واحد بيحكي بس انجليزي واحد بيحكي بس عربي بنقول شو هاي بكلنا وشو هاي بكلنا، مزبوط؟ بالتالي في different levels to the same concepts، بس هاي من هاي مكتوبة هون جدول مثلا وهاي تيبل، صح؟ كلمة جدول وتيبل different symbols، بس كل symbol ينتمي للغة. هل هذا الكلام معناته انه الكونسبتس اللي في راسنا احنا واللي بيحكوا انجليزي او احنا واللي بيحكوا فرنسي هم نفسهم؟ شو رايكم؟ الكونسبت مفهوم لا الكونسبت نفسهم؟ نفس جاي ليش في بعض الشغلات تكون خاصه فيهم؟ يعني المفروض نفسه، المفروض نفسه في علم معين او ممكن يكون نفسه. يعني اللي بدرس مثلا داتا بيز لما تيجي تحكي له تيبل سواء كان فرنسي ولا عربي ولا انجليزي التيبل عنده نفس المعروف، هذا مجال معين. طيب بالضبط، واذا اخذنا واحد انجليزي من بريطانيا او امريكاني ورحنا فيه على مشينا في رام الله بنقول له شو هاي؟ بنقول له شو؟ بسال واحد عربي شو بقول لك؟ دجال. بقول له شو هذا؟ بقول لك انت شو بسموها عندكم؟ بقول لك كذا. انت شو بسموها عندكم؟ بقول لك كذا. بس نفس الكونسبت يعني بدنا نفترض انه 100% الكونسبت وين؟ بدناش نفترض، لا هون المهم ففكركم انه يعني انه اللغات مالها تشترك بنفس الكونسبت لحد معين، مش كل الكونسبت. يعني في لو فتحنا راس واحد امريكاني فتحت راسي تلك جزء لك 10% حسب الجزء الصعب، يعني لك 90% اول شيء اللي بقوله انه الكونسبت ار نوت ريلي يعني نوت توتالي اندبندنت، مش مستقل عن اللانجوج، مش مستقلة 100% عن اللغة، مش صحيح. لو فتحت راسي لحد راس الامريكاني تلكاش نفس الكونسبت. وعلى فكرة لو فتحت راسي انا خلينا نقول من جنين رام الله وفتحت راس واحد من بيروت تلكاهم نفسهم؟ بس مع اللي من بيروت بشترك انا وياه، ما بحكيش على الكلمات. كونسبت. نلقى جزء مشتركين، بعرفش جزء 95% ولا مصدق قديش، بس مع الامريكان بجوز نلقى مشتركين 30. طب لو فتحت راسي واحد من رام الله بجوز تلقى الكونسيبت مش 95 99. اذا ما هي اللغه بتعكس الكونسيبت، بتعكس كلتشر. يعني اللي بيحكوا لغه الانجليزي هم منفصلين عن اللي بيحكوا لغه العربي، نحكي عن نيتيف سبيكرز. سات من واحد بايلينج شخص بايلينجوال. هلا فالموضوع اللغه اصلا بتعكس بعد ثقافي، مش فقط شو يعني بعد ثقافي؟ يعني مش انها هي اللغه نفسها فيها ثقافه، مش اللغه اللي بيحكوها نفسهم هم مجموعه معينه، وهذول اللي بيحكوا لغه ثانيه مجموعه ثانيه، وبالتالي ممكن ما تكونش نفس الكونسبت. طيب بس هل فعلا الكونسبتس يعني ما يعني 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 لما تفتح راسي وراس الامريكاني وتشوف شو بكبرهم، هل يعني قديش طب ابعاد عن بعض احنا؟ كثير؟ مش بعض عن بعض مسافه فيزيكال، قديش الكونسبت اللي براسه وراسه مختلف؟ هلا انا بدي اقوله انه ماني كونسبتس ار شيرد كروس لانجوجز. يعني انا بالعماده قلت لكم هاي دكانه، هذا شخص، هاي كرسي، هاي طاوله، مضبوط تلقى لها ايش؟ تلقى لها شيء مشترك، بتلقى كثير مشترك. طيب لو اخذنا الامريكاني على مطعم
قلنا له شو ها شو ها شو ها شو ها هناك بوقف. طيب لو اخذناه على اذا هو مثلا عنده دين وانا عندي دين ثاني واخذناه قلنا له شو بيسوا هذول؟ بيعرفش. طيب لو اخذناه على قريه ورجيناه عجوز كيف بتساوي؟ برضه بيعرفش. يعني there are very common concepts اللي هم احنا مشتركين اللي هم الكونسبتس اللي عمليا اكثر كونسبت مشترك اللغات مشتركه مع بعض فيها هذه كونسبت اللي موجوده بين التو كالتشرز الشائعه كثير بالتو كالتشرز مزبوط. وليش انا بشترك مع اللبناني اكثر ما بشترك مع مع الجزائري ولا المغربي؟ ليه؟ ثقافه قريبه بالضبط. هي ثقافي قرب الثقافه وبعده العادات، وبالتالي ما هي اللغه اللغه برضه عشانها بتعطي الثقافه ابعد شوي. ف هل the more interactions هون بقول the more interactions between two communities speaking different languages شو يعني؟ كل ما زاد عدد التفاعل بين مجتمع بين مجتمعين كل ما زادت ايش؟ زاد تشابه توافقهم على المعاني. ها يعني لو كنا الشعب الفلسطيني والشعب الاردني في بين تراكشن كبير بينه وبينهم معنى هذا الكونسبت كديش كثير كبير كد ما بتزيد التفاعل. شو يعني التفاعل؟ كيف بنتفاعل مع المجتمع احنا؟ نحكي معه نفس الدين نفس بنحضر افلامه بنتجوز منه بنقرا كتابه بنشوف فضائياته ومسلسلاته بنسمع اغاني وهلم ذره مزبوط. كل ما زاد الانتر اكشن بزيد المشترك دلاله للكلمه. طيب وكل ما قل كل ما قل ايه؟ كل ما قل التفاعل بكل ليش المشترك. على فكره فكركم انو اكثر اليوم احنا مشتركين اهل الضفه الغربيه وقطاع غزه اليوم مشتركين المعاني ولا قديمة ولا قبل 20 سنة؟ قبل 20 سنة كانت المعاني بيننا وبين غزة أكثر. ليه؟ مشترك لأنه كنا نروح نجي مع بعض كنا نشوفون أكثر ومع سوريا ومع لبنان ومع كل الدول الثانية. لاحظين؟ هلا فكركم إنه أنو أكثر للي خايفين على اللغة العربية بدي أوجه لهم أنو أكثر تفاعلا للمجتمع العربي الأيام هاي ولا قبل 20 سنة؟ قبل 20 سنة كان التفاعل أكثر؟ أنو الدول العربية في بعض دول بيحكوش عربي يعني زي دبي مثلا بيحكوش لا هاي وجود التكنولوجيا وبينها التكنولوجيا اسمع أنا بحكي على الكونسبت أول شيء مش على الكلمات. هلا أنو أكثر تفاعل الوطن العربي مع حاله اليوم ولا قبل 20 سنة؟ اليوم اكثر اليوم اكثر اليوم اكثر مثل التلفزيون يعني لو سالت انت قارنت حالك بابوك انو كان يتفاعل مع سوري مصري تونسي الى اخره اكثر انت ولا هو؟ احنا انتم في فيسبوك وفي فضائيات انت بتسمع على افلام من مذيع من الدولة الفلانية المذيع حضارة من الدولة الفلانية صرت تفهم عليهم في انترنت كمان في انترنت في تلفونات احنا نفسنا صرنا نسافر بالتالي قاعدة بتزيد وبشكل مهول المشترك بالمعاني بيننا وبين المجتمعات العربية الثانية لاحظين؟ ككونسبت على فكره وككلمات اكيد دكتور يعني ككلمات بجوز احنا يعني على هامش
حاضر. يعني احنا ككلمات يجوز نعتزش لغتنا العربيه، عشان هيك بتلاحظ يعني كلمات انجليزيه كثير بتفوت. قصه ظهور اللغه الانجليزيه ووجود العربيه وهذا شيء ثاني، هذا احنا هلا انا بديش اتطرق له. ما حكيت على الهامش يعني، لانه هذا موجود عند الكل هلا، بس موضوع اخر. ولكن بغض النظر، اذا تطلع كلمه بمصر ولا بسوريا ولا بالمغرب، صرنا احنا ايش؟ نعرف. مضبوط ولا لا؟ طيب هلا ليه لو اطلعنا على قديش كميه المشترك بين لغات مختلفه، انا هون قديش فكركم احنا نشترك كعرب اكثر مع الانجليز ولا مع الفرنسيين؟ حسب الاحتلال وين صار. حسب الاحتلال وين صار؟ طيب بدناش العربي والانجليزي، بدنا الصيني واليوناني. العربي بين ما بفرق انه اكثر بيشترك بالمعاني بالكونسبتس، بالكونسبتس مش بالكلمات. بين ما لو قارنا اللغه العربيه مع اليونان ولا اللغه العربيه مع الصينيه؟ اليونانيه. ليه؟ في ثقافة كانت الحكم، لأن احنا ضيف وهيك شغلات، لأنه كان في تفاعل بين المجتمعين، صح؟ طيب أنو أكثر؟ بدنا نقول فلسطين. المشترك بالمعنى أكثر بين العربية مع اليونان ولا العربية مع الإنجليزي؟ الإنجليزي. ليه؟ تفاعل معهم أكثر. طيب قبل 1000 سنة يعني اليونان، لأنه كان التفاعل. يعني هذا الكلام شو معناته؟ التفاعل يعني يعني المشترك بين اليوناني، انتبهوا على تغيير الكلمة، المشترك بين اليوناني والعربي في وقت حسب الوقت كان بيعتمد على وقت. يعني بمعنى آخر هاي الدوائر تروح كثير مش ثابتة. شو بتساوي؟ تغير حسب الزمن، قاعدة تتغير وتتبدل حسب تفاعل المجتمعات، حسب الزمن، يعني حسب تفاعل المجتمعات. مطار ديما؟ لا، بالنسبة للمثال هذا لا، يعني بشكل عام بتغير، بس بالنسبة لليوناني بالتحديد لحد هلا لا، الكونسبت المشترك بيننا وبين اليوناني أكثر من بيننا وبين الإنجليزي. الكونسبت اللي دخلت يزدنا. طيب خلينا نحط لك السؤال بطريقه اخرى. هي بتقول انها هي تعرف يوناني. عشان تعرف يوناني. بس احنا لا 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 عبيد، مش عشان تعرف يوناني. او ما بعرفش دكتور. مش بس عشان تعرف يوناني. انا عشان ديما عارف يوناني، انا بدي اكون شغل. فعلا اسمع. لا مش هيك. هلا ديما بتحكي يوناني مضبوط، وعشان في يوناني صح. بس كمان اني اللي ما رحتش على اليونان، لو رحت تروح على اليونان بتشوف حالك هيك ديما بتقولكم، بتشعر حالك انك حتى لو الاثنين انت حكيت بالانجليزي مع بعض، يعني مش الها تعرف بس يوناني، حتى لو انت حكيت باليوناني بالانجليزي بتشعر انه في كثير مشتركه، مفاهيم مشتركه بينك وبينه. طب ليه؟ خلص لانه ليه؟ لانه كان التفاعل حجمه كبير. بس ديما انا بسالك سؤال، انو اكثر المشترك؟ انسيني من كارنيش على الانجليزي، انو اكثر المشترك بالمفاهيم اليوم ولا قديما بين العربي واليونان؟ لا قديما. قديما معناته في تغير. في تغير. فقصد معناته قصدك تقول يا ديما انه اذا كانت هاي عربي انجليزي يوناني، اليوناني كانت جوا وبس كانت تطلع شوي شوي. اوكي فانت موافقين على المبدا، بس قصدك تقولي انه بس قصدك تقولي انه لحد اليوم المشترك بين العربي واليوناني كبير. كبير. هيك بتقول. ف واضح هذا الكلام؟ فهمتوا كيف المعاني في بين اللغات؟ في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال شباب؟ طيب طبعا لو في حدا ممكن يسال سؤال، هل في حدا عمره كاس عمل قياس لهي؟ لانه احنا بنحكي عن فرضيه، يعني انا هذا الكلام تبعه بجوز يكون خطا، بعرفش. في حدا عمره قياس المشترك في المعاني بين العربي واللغات الاخرى؟ صعب. صعب؟ ممكن في صعب جدا مظبوط، ممكن يكون شيء نسبي يعني. بس انا اللي بقوله اتس فيري انترستنج انه واحد عمله بحث بس تحكيناش عن الموضوع.
لا 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 هذا مش بروجكت، هذا على الاكاديميسيس. هذا على الاكاديميسيس انه حدا يروح يشوف كم قديش عدد معاني مثلا الشائع، يعني 20,000 كلمة شائعة باللغة العربية و 20,000 كلمة شائعة باللغة الإنجليزية مثلا، وعن جد قديش المعنى كذا معنى شغل اللغات هذا لا هذا يعني بيسوي اكيد بيسوي حاسوبيه واحصائيه ولا شيء يعني مش راح الدكتور عمل بحث على العائلات، يعني العائلات اللي اصلها مثلا جاي من مهنة او اصلها جاي من عائله يعني زي النجار، يعني شو الترابط بينهم، يعني كيف مثلا عائله النجار مثلا مش زي عائله مثلا الكوازي يعني هذا بس هذا مش موضوع لغوي لا هو يعني لا بس يعني بقوله انه يعني قد يكون مشترك هون منهجيه البحث، يعني قد يكون انه very interesting research.